مساء الخير. حجم التعبئة للانتخابات النيابية شكل أحد أبرز العوامل لإعطاء نتائجها بعدا مدويا، وعلى الرغم أن الأرقام التفصيلية لم تنشر بعد بالكامل، فإن قراءة في الأرقام التي نشرت تبلور أكثر من مؤشر لما حصل. ماذا في هذه المؤشرات؟ الأكثرية التي نعتت بأنها وهمية لأنها وصلت على متن قانون غازي كنعان كما قيل، وبفضل التحالف الرباعي عادت أكثرية ليس بقانون غازي كنعان بل بقانون القضاء وفي غياب التحالف الرباعي. تسونامي 70% لم يتكرر بل ظهرت تسوناميات متفرقة. تسونامي في زحلي محى الكتلة الشعبية من الوجود، وتسونامي في جزين أخرج الرئيس بري من القضاء، وتسونامي في زغرتة ولو بأرقام طفيفة أعاد الوزير فرنجي على رأس كتلة من 3 نواب، وتسونامي ذاتي خيب أمال حزب التشناق بإعادة تكوين الكتلة الأرمنية، فسقط مرشحوه 3 في بيروت الأولى وزحلي، ولم يحفظ ماء وجهه إلا بنائبين فازا بالتزكية في المتن الشمالي وبيروت الثانية، في مقابل تسونامي أرمني متصاعد للهنشاك والرمجافار والمستقلين في الأشرفي وزحلي. ومن المؤشرات البارزة أن الأرقام بين الفائزين من الفئة الأولى والخاسرين من الفئة الأولى كانت متقاربة، فأحيانا بالمئات وأحيانا بآلاف معدودة جدا، وكأن الناخبين قرروا توزيع الوكالة الحصرية على أكثر من وكيل، وأن تشكيل التكتلات يحتاج إلى أكثر من كتلة. انتهت الانتخابات لتبدأ مرحلة جديدة، محطتها الأولى حكومة جديدة. فبصرف النظر عن تشكيلتها والتوازنات داخلها، فإن حزب الله عاجلها بصدمة مبكرة. النائب محمد رعد أعلن أن فوز 14 آذار سيؤدي إلى استمرار الأزمة إلا إذا التزمت بمبادئ أبرزها عدم المس بسلاح حزب الله، وذلك يكون إما بتأمين الثلث المعطل في الحكومة أو بضمانات. قد يكون كلام رعد مؤشرا إلى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هذا المساء. أهلا بكم. إنه انقلاب أزرق، رد للأكثرية أكثريتها وحبة مسك، وحد من طموح المعارضة الذي كان جارفا نحو تسلم السلطة. ظلت المعارضة على حجمها، لكنها خسرت الرهان على المستقبل، وسقطت كل تحليلاتها ونظرياتها، لدرجة أن قارئي كفها السياسي سقطوا أيضا مع استطلاعاتهم عديمة الفائدة. والحقيقة زي ما هي أن الأكثرية خاضتها حربا عالمية في الوقت الذي كانت تنام فيه المعارضة على حرير التوقعات، وأعلنت فوزها من زمن وقبل أن تمسك بأدوات اللعبة الانتخابية. كانت الأكثرية أشطر، تقلب الأرض الانتخابية وسماؤها ترد المغتربين من غربتهم، تمد يدها إلى جرح 7 من أيار لتشحن العصبيات في 7 من حزيران، تستند إلى خطابات الخصوم لتعبئة الشارع المحتقن. كان في يد الأكثرية المال والسلطة، وإلى شواطئها السياسية استقدم الأسطول الأمريكي، فهيلاري كلينتون أودعت صلواتها ضريح الرئيس الشهيد، وجوزيف بايدن تناول المازة اللبنانية مع قوى 14 من آذار في منزل معوض، داعيا لهم بطول العمر السياسي. وثلاثي الكونغرس جاء للحكومة برشوة انتخابية وبأمر صارم للبنانيين لانتخاب الخط السيادي. فيلتمان هدد بقطع المساعدات، وأكرمان كان سيحرمنا المصروف، وما بينهما غارات متقطعة لديفيد هيل تركت أثرها في الجسم الأزرق. حملة انتخابية أمريكية خوفت الناس من حزب الله إذا تسلم الولاية، استتبعت بحملة إسرائيلية تحذر من فوز الحزب بالانتخابات. قلق تملك قلب الكنيسة، فجاءت الضربة القاضية من البطريرك صفير ليلة الانتخابات، محذرا من تغيير الهوية والكيان. وحتى لا يضيع الكيان، ضربت تسونامي سنية الأرض الانتخابية، وجهد المسيحيون لتهشيم تسونامي العونية. حاول الأرمن التدخل لتعديل النتيجة، لكن القدر كان قد وقع.
ظل ميشيل عون زعيما على الموارنة، ولو نجح أبو جمرة والياس إسكاف لرسخ الزعامة المسيحية. حافظ الشيعة على زعاماتهم، غير أن أوهام الطرفين بالأكثرية تبددت وارتطمت بالسما الزرقاء. ما كان كان، وثمة من يعتقد أن سوريا تنفست الصعداء في اليوم السابع من حزيران وتجنبت عبء فوز المعارضة الذي كان سيرتب عليها أوراق ضغط ليست مستعدة للتنازل عنها راهنا. الانتخابات حسمت وأطرافها محكومون بالربح، الموالاة تحكم والمعارضة تحكم، حكمان ثالثهما الثلث المعطل الذي سيكون فرض عين على الأكثرية، وإلا فإننا ذاهبون إلى دوحة اثنين أو إلى اجتماع قمة سعودي سوري لحل أزمة الحكم. وربما تستعيد الأكثرية وتستفيد من تجربة العزل، فلن يكون بإمكانها حكم البلاد من دون زعيم الموارنة الأول ميشيل عون ولا من دون طائفة الشيعية. وضمانة استبعاد خطر العزل هو النائب وليد جنبلاط الذي ورغم طقسه المتقلب سيقود الزعامات السياسية إلى حكومة الوحدة وبشروط الطرفين وتوافقهما. باختصار، السابع من حزيران قلب الطموحات ولم يغير في واقع الأرقام. الأكثرية مزهوة بالانتصار، والمعارضة أعادت تموضعها بانتظار كلمة السيد حسن نصر الله هذا المساء. سوريا لم تتهم بالتدخل، وعلى الأرجح تقبلت النتيجة بارتياح. السعودية حضت اللبنانيين على تحقيق الأمن والاستقرار لبلدهم. أمريكا دعت إلى حكم البلاد بالتوافق، لكن الاحتفال الحقيقي كان في تل أبيب على لسان باراك وبيريز وصولا إلى المستوطنين.